طب زي ما احنا كده عارفين خلاص يومين او 48 ساعة تحديدا بتفصلنا عن مباراة وحدث كبير جدا والعديد والملايين من المصريين وغير المصريين منتظرين، وان شاء الله يكون ربنا معانا. بس مهم قوي ان احنا برضو كده نعمل قراءة النهاردة وهذه الفقرة ونحاول نفهم مخ كيروش. كيروش رجل استطاع ان هو مؤخرا يكتسب ثقة العديد من المصريين حتى الناس اللي كانت بتشكك فيه. خلينا نعرف اكتر، نحاول نفهم دماغه اكتر، نحاول نتطلع ونفهم ايه اللي هيحصل على الارض يوم الجمعه ان شاء الله، ايه الصعوبات والتحديات اللي بتواجه منتخب مصر، ايه نقاط الضعف اللي عند السنغال اللي ممكن نشتغل عليها، كل ده. بس خلينا نرحب في البدايه كابتن فتحي نصير نجم الاهلي السابق. طبعا مساء الخير يا فندم. مساء الخير. اهلا. ازاي مساء الخير؟ انا ليه مركزه في مساء الخير؟ مساء الخير فرطت. مساء الخير، المفروض صباح الخير. صباح الفل كابتن فتحي، وسعداء كالعاده بوجود حضرتك معانا. وطبعا اكيد كلامنا يعني اغلبه هيكون بيدور حوالين لقاء مصر والسنغال. في ضوء المعطيات المتاحه وفي ضوء متابعه حضرتك لمنتخب مصر في الفتره الاخيره، وكمان في ضوء التغيير الشبه جذري اللي شفناه على كارلوس كيروش ما بين تصريحاته وما بين خططه في المباريات الاخيره، هل ده مخليك مطمن على ماتش يوم الجمعه ولا قلقان منه اكتر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا ما نقدرش نقول ان ما فيش حد مش قلقان. طبعا اللي ما يقلقش يبقى مش واقعي. صح. فاي مباراه كره القدم ايا كان الخصم وايا كان المنافس وايا كان المباراه البطوله نفسها وايا نعم ايا كانت البطوله ايا كانت البطوله ايا كان وضعها خارج الديار جوه الديار على ملعبنا بره ملعبنا، الحاجات دي كلها لازم تكون قلقان. اي مباراه لانك كلها انت بتنزل مباراه والنتيجه 0-0، كل واحد عنده نقطه، فكل فريق بيحاول ياخد النقطتين التانيين من الفرقه الثانيه، لكن انت اصلا معاك نقطه وهنا معاه نقطه. فانك بتلعب مباراه زي دي، مباراه مش عاوزين نقارن بين كاس امم افريقيا. بشوف ناس كتير وبعض الزملاء برضو في القنوات بيقولوا مثلا احنا في افريقيا عملنا ايه ولعبناهم ازاي، دي قصه ودي قصه. يعني ده حماده وده حماده تاني. بس هو حماده الاولاني برضو كان في شيء مرضي، اللي هو ان انت شفت فيه هارموني مبدئيا كنا مفتقدينها الفتره، شفت كل لعيب في مركزه الطبيعي المنطقي اللي بيقدر يكون يعني بيدي فيه. عشان لعبت ست مباريات ورا بعض فجالك الهارموني بيعيشوه، اللي هو بيعيش اللاعب المصري عايز فتره عشان يعيش. انت دي مباراه واحده، انت قطعت دلوقتي، يعني قطعت حبل الوصال دلوقتي من كاس امم افريقيا من فبراير اول فبراير لغايه دلوقتي، فدخلنا في شهرين، الشهرين دولت كتيره ان الفرقه. فهي المباراه دي مباراه لازم احنا يعني ننظر لها نظره تانية ونحسبها بحسبه تانية ونشوفها بعيون تانية غير العيون اللي شفناها في البطوله الاولانيه. ناخد بس شويه ارقام كده او شويه حاجات دلائل على البطولات اللي هتقول لي غريبه ليه. لو اقول مثلا فرقه السنغال خدت هي صاحبه اللقب كاس امم افريقيا، طب اقارن بقى، هل كاس امم افريقيا دي الفرق اللي كسبوه قبل كده راحوا كاس العالم في نفس السنه؟ هلاقي من مثلا من سنه 70 لغايه سنه احنا دلوقتي 2002. لا 2002 ازاي؟ ايه 20 ده انت رجعتنا زمان قوي كده 2022. لا لا بس كانت الدنيا اروق سيدي. 2022 يعني دخلنا في كام؟ 50 سنه تقريبا. في ال 50 سنه دول ثلاث فرق بس اللي خدوا كاس افريقيا وراحوا كاس عالم. هتقول لي مين هم؟ هقول سنه 74 زئير خدت كاس افريقيا، وكان هنا البطوله كانت ما بيتقالش اسمها من سنين. مش كده برضه؟ يعني ده الكلام ده 74 لما خدت كاس افريقيا وراحت كاس العالم. وكان في الزمن ده فرقه واحده بس من افريقيا بتروح كاس العالم، فرقه. اوكي. طيب رحنا نيجي بقى ل 94، يبقى من 70 74 ل 94 كانت البطوله دي مقامه في تونس. سافرت نيجيريا راحت كاس العالم، وكان في البطوله دي ثلاث فرق هم اللي بيروحوا من افريقيا. من افريقيا نيجيريا خدت كاس افريقيا وراحت كاس العالم، بس بقيه السنين اللي فاتت دي
ما حدش جمع بين الاثنين. وبعدين جينا 2002 كانت البطوله في مالي اللي خدت البطوله الكاميرون وراحت كاس العالم، بس في البطوله دي كان بيسافر 5 فرق. يبقى في 2002 كان 1994 كانوا 3 فرق، بعد كده في 2002 بقوا 5. بقوا 5 من 5 دولت منهم اللي هي الكاميرون اللي جمعت بين البطولتين، وكانت برضو بتلعب في نهائي البطوله في الكاميرون في باماكو عاصمه مالي. طب يعني اللي حضرتك تفضلت بيه ده دليل على ايه؟ يعني هل هو شيء مطمئن بتقول؟ ما انا هقول، انا هقول كده. فدي دايما الفرق اللي بتروح قليله جدا اللي بتجمع بين الاثنين، ده احنا حسبناهم 3 فرق. فدي لصالح مصر. طيب يبقى في نقطة إيجابية لصالح مصر بالأرقام بتقول إن الفرق دي، لأن ده تاريخ ودي حاجات متكررة ودي تجارب وكده يعني. بتبقى واضحة. طيب نقول بقى دلوقتي، طب إيه تاني اللي في صالح مصر؟ الجمهور. هو مهم جدا إن يكون في جمهور يؤثر، بس عندنا إيجابي وهيؤثر سلبي عليهم لأنهم هيهتزوا ب استاد القاهرة. أنا عندي نقطة هنا كابتن فتحي لو تسمح لي، لأن كان معانا برضو امبارح كابتن ياسر، أو أول امبارح امبارح، وهو كان بيتكلم عن نقطة الجماهير. هو له وجهة نظر مختلفة، هو بيرى إن الضغط الجماهيري المصري على أرضنا ربما يعمل انعكاس سلبي على الصعيد الآخر، وبيشوف النقيض هناك لو لعبنا مش هناك هيبقى فيه بتتفق مع ده؟ أنا أختلف، بس هيك تتفق ولا بتشوفها لا ازاي؟ لا هي 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 بتعتمد على اللعيبة، ما يأثرش على أي لعيب. هو في لعيبة بتتأثر بالإيجاب وفي لعيبة بتتأثر بالسلب، فدي ما نقدرش إن احنا نحكم عليها حكم قاطع. بس دايما الجماهير بتاعتي بتبقى سند وظهر ليا وتشجيع ليا، من إمتى الموضوع بيبقى كده يعني؟ هخرج منها بحاجة برضو، خليني أنا يعني هتكلم كده دايما بقول بأرقام وبنقط. من كأس العالم 90 لكأس العالم 2018 عملوا إحصائية إن يشوفوا من 90 ل 2018، عملوا إحصائية ليه الفرق الكبيرة في كأس العالم فرقة بتكسب فرقة اللي بيلعبوا نهائي، ليه الفرقة دي بتكسب الفرقة دي؟ الفرقة دي عندها أحسن إعداد نفسي وأحسن إعداد بدني وأحسن إعداد مهاري وأحسن إعداد خططي، وعندهم مدربين كويسين، والفرقة التانية نفس القصة. طب ايه اللي بيفصل بيخلي ودولت عندهم لعيبه مهاريين ودولت عندهم لعيبه مهاريين؟ طب ليه؟ وعندهم خبرات وده عندهم خبرات. اللي بيفرق هنا ايه؟ لقوا ان 50% اللي هي اللياقه الناحيه البدنيه والناحيه المهاريه والناحيه الخططيه دي 50%. تقول لي ال 50% الثانيه ايه؟ اقول لك الروح القتاليه. الفايت سبيريت. فحرج بقى للنقطه بقى اللي بنقول عليها للجماهير تاثر ولا لا. لو لعبة مصر الفايت سبيريت او الروح القتاليه عندهم عاليه جدا هتعوض كتير، واللي بيساعد وبيشعل الروح القتاليه الجماهير. بس لعيبه المنتخب اللي هم ادرى الناس بمدى اشتياق الجماهير لمشاركه منتخب مصر في كاس العالم، هل كانت الروح القتاليه مش حاضره بقوه الفتره اللي فاتت بدليل ان احنا حطينا نفسنا في الوضع اللي احنا فيه وبقينا مضطرين ان احنا نفوز على المريخ ونفوز على يعني أنا بكلمك على المبدأ نفسه مع اختلاف البطولات. أنا بكلمك على المبدأ نفسه، ليه ساعات بنشوف إن في بطولة مهمة جدا الناس كلها متعطشة لتواجدنا فيها وللمشاركة بقوة وندية فيها، وتلاقي إن الروح القتالية مش حاضرة كما ينبغي؟ ما هي دي بقى اللي بتختلف. إزاي بقى المدرب يعد الفرقة؟ الإعداد ما يكونش أوفر كونفدنس، ما يكونش الثقة أكتر من اللازم اللي هي الغرور، ولازم يعدوا الإعداد النفسي الصح اللي يشعل الطاقات المكنونة اللي جوه كل لاعب فيهم يطلعها. طاقات مكنونة هي موجودة بس مكنونة، بقول لك إيه يعني، هادية. إزاي أنت تشعلها؟ إزاي أنت يعني زي مثلا أنت بيقول لك إيه الجهاز المناعي في جسمك إمتى يتحرك؟ لما يخش عليه جرثومة ولا حاجة. يبقى بالتالي ده إمتى الطاقة المكنونة دي تطلع؟ بإعداد نفسي صح، بجماهير تشعل يعني زي البنزين تشعل الحماس ده، فبيديك الناحية النفسية. انت لو انت عندك روح قتالية ضمنت 50%،
ال 50% دي هتتفوق فيها على السنغال، يتبقى 50% الثانيه. انا مش عايزهم بقى ما بين مهاره ما بين شوط ما بين تكتيك، لك برضو وعندهم نفس الروح القتاليه وعندهم نفس الهدف. ايوه بس هيبقى ناقصهم حاجه في الروح القتاليه، الجماهير. الجماهير طبعا، لان الجماهير دي مهمه. فانا برجع للنقطه، محترفين برضو يعني. انا اروح مع حضرتك طبعا، نقطه ما فيهاش جدال، ولكن دول برضو عندهم لعيبه بتلعب في اكبر انديه في العالم، باريس سان جيرمان وتشيلسي، عندهم اكبر واحسن حارس مرمى في العالم، عندهم عناصر قويه جدا. تمام. على الصعيد الثاني، لو انا بديت كلامي حضرتك فكره، انا قلت انا عايزه اركز على نقاط الضعف عند السنغال عشان اقدر ان انا استفيد. السنغال ايه نقاط ضعفه غير مثلا زي ما بيتقال البعض ان السيسي هو اللي عنده مشكله كمدير فني، هو اصلا الناس معترضه على وجوده، وعندهم مثلا اللي هو اللاعب الباك رايت برضو مش احسن حاجه، فهل دي النقطتين بس الضعاف ولا في حاجه تانية؟ المباريات دي يعني الحاجات دي بتدوب خلاص، ما ملهاش علاقه، ما بتاثرش كتير. لكن المباراه هتبقى خططيه 100%، تكتب فيها هيبقى عالي جدا، والخططيه بين كارلس كروش وسيسي، والسي قديم مع الفرقه. يعني بس لم يحقق النتائج المرجوه منه برضو، يعني خلينا نقول يعني لا، البطوله اللي قبل كده وصل نهائي، والبطوله دي وصل نهائي بس دي اول مره. طب تمام، لا وصل نهائي في بطوله، والبطوله اللي بعدها وصل نهائي وكسب، يعني ما نقدرش. وبعدين تصنيف اول على مستوى القاره هي السنغال، تصنيف اول. على ذكر يعني برضو ان هي هتكون مباراه خططيه في المقام الاول بين الاثنين مدراء، خططيه 100%. هل ممكن يفاجئنا كارلوس كيروش بطريقه لعب مختلفه بخطه مختلفه، ولا تعتقد انه هيلعب بالتشكيل المعتاد وبطريقه 4-3-3 بشكل معتاد؟ ما هو ما عندوش غير 4-3-3 او 4-2-1-3 او 3-1. طب يعني يا اما 1-3 او 3-1. هل تعتقد انه هيلجا لان هو يعني يقفل خط الوسط ويراهن على المرتدات، ولا بالعكس هيبتدي بهجوم قوي من اول دقيقه في لا المباراة؟ هي دي يراهن على المرتدات، دي هتكون في هم مش هيقدروا ان هم يطلعوا كتير بره الملعب، فدي ممكن بتبقى في السنغال في دكار الماتش الثاني بقى، عاصمه السنغال هتكون البطوله هناك. الماتش الثاني ممكن المرتدات تنفع في الحاجات دي، لان هم هيهاجموا جامد. دايما الجماهير بتحمسك فبتخليك تهاجم طبعا، وبتشجعك انك تروح، فلما بتشجع كده فبيحصل مساحات. الهجمه المرتده عايزه مساحه. امتى تتخلق المساحه دي؟ لما الفرقه الثانيه كلها تيجي عندك. فالفرقه الثانيه كلها تيجي عندك امتى؟ وقت ما يعني احنا بنقول في السنغال هيحصل، وممكن في ماتش يوم الجمعه تحصل، يعني يضغطوا عليك جامد عادي، يبقى عندك هجمات مرتده. مباراه ما نقدرش نقول كتاب مفتوح. كتاب يعني ما نقدرش نتوقع السنغال هتهاجم من الدقائق الاولى، ولا هيبقى عندها خطه دفاعيه، ولا احنا متوقع مننا حتى هندافع ولا هنهاجم. احنا الدفاع عندنا يمكن اقوى بكتير، بس برضو احنا محتاجين هجوم من الدقائق الاولى وحسم. ما هي دي النقطه بقى، تقول لي طب ايه اللي احراز الاهداف؟ لان احنا في السبع مباريات اللي اتلعبوا في كاس امم افريقيا سجلنا 4 اهداف. سجلنا 4 اهداف في ايه؟ في 3 مباريات. يعني إذن 4 مباريات لم نسجل فيهم هدف. فدي طبعا اللي احنا وصلنا فيهم لضربات الترجيح. ايوه طبعا، هو ده انجاز ان وصلنا لضربات الترجيح من ناحيه اللياقه البدنيه والالتزام الخطط الدفاعي وكده، لكن اين الدور الهجومي؟ ما هي دي بقى النقطه، هي دي النقطه بقى. واي حاجه غير كده اعتقد هتغضب الجماهير. احنا محتاجين نهاجم، محتاجين نشوف يعني ماتش في الدقائق الاولى بيحسم، ده المتوقع. وخصوصا ان برضو في حته انفير في اللائحه موضوعه، ان احنا لو حصل ان احنا مجموع النقاط ما بين وما بين السنغال قد بعض، والاهداف قد بعض، هيمتد الوقت لوقت اضافي نص ساعه على الشوطين ثم ضربات ترجيح. اذا هم هيلعبوا نص ساعه زياده في ملعبهم اكتر من هنا، ودي انفير، دي مش يعني ما فيهاش عداله. يعني المفروض كانت اللائحه توصل لضربات ترجيح على طول في الوقت، لان انت لعبت هي 90 دقيقه، اروح العب هناك 90 دقيقه. حصل تعادل ما لعبتش وقت اضافي، يبقى لعبت نص ساعه بره ملعبي، ودي ما هياش فيها. لا، موضوع اجهاد اللعيبه ده طبعا، وعلى فكره شفنا له انعكاس في ماتش مصر والسنغال في نهائي افريقيا، وكانت اللعيبه بتاعتنا مجهده جدا. هل اللقاء السابق اللي جمع ما بين مصر والسنغال في افريقيا
نقدر نعتمد عليه كمرجعية ورؤية واستشراق للي هيحصل يوم الجمعة؟ لا. ولا مش بالضرورة لا ده لا لكل لا مقام؟ دي صفحة ودي خالص. صفحة لأن ده نهاية، ده كان المباراة رقم 7 للفرقتين. من رقم 7 أنت مستنفذ فرقتك بدنيا، مستنفذ فرقتك في إنذارات لعيبة ما بتلعبش طبعا. وفي إصابات لعيبة ما لعبتش، فإذا دي قصة. عشان كده بقول لك عايزين نفصل خالص صحيح. بين هذه البطولة وهذه البطولة. دي مباراة لها حساباتها الخاصة يعني، ولها فكرها الخاص، ولها يعني كل مدرب. أنا بقول لك نمرة 1 مباراة خططية، نمرة 2 توفيق اللاعبين داخل الملعب في تنفيذ بقى الخطة اللي هيقولها المدرب. ما هو مش معنى إن أنا مدرب بعمل خطة ما لازم اللعيبة تنفذها. طب لو اللعيبة ما نفذتهاش يبقى ما فيش، يبقى قدره اللعيبه في الفرقتين اللي هينفذ كلام مدربه هو اللي هيتفوق وهو اللي هيكسب فرقته. طيب احنا ينقصنا ايه؟ التسديد على المرمى. ودي آفه في الكره المصريه، في كل مصر، في كل انديه مصر. دي التسديد على المرمى من ضمن اساسيات اي فريق عايز يكسب بطوله. طبعا لازم من ضمن الحلول التسديد على المرمى، من ضمن الحلول الاختراق والتسديد، من ضمن الحلول الكروسات ثم التسجيل بالضرب الرأس، بضرب الكرة بالرأس بتلعب على الونجين. الكلام ده كله هو ده اللي احنا نقدر نعمله. لو عملناه ربنا هيسهل ان شاء الله الماتش ده. بس احنا محتاجين برضو نفهم شويه فنيات اكتر. بس هنروح فاصل ونرجع مع حضرتك تاني كابتن فتحي علشان برضو نشوف يعني المتوقع، مثلا تريزيجيه ولا عمر مرموش، متوقع الدقائق الاولى مثلا مين اللي ممكن يكون بيسيطر، يعني الفنيات كلها والتاكتكس والحاجات اللي زي كده. اعتقد من حقنا ان احنا ما نتدخلش فيها قوي، بس على الاقل نحاول ان احنا نقراها. فاصل سريع جدا ونرجع نكمل. مش عارفه دي ما اللي هو على كل حال خلينا بس نكون واقعيين شويه، لان انا بحب دايما الصراحه لما نيجي نتكلم، وتحديدا لما نتكلم عن يعني منتخب مصر. في ناس كتيره جدا متخوفه، وفي ناس كتيره جدا عندها قلق، وفي ناس كتيره جدا لا تثق، وفي على الصعيد الثاني بالعكس ناس عندها ثقه كبيره جدا في كيروش، ناس عندها ثقه كبيره جدا في المباراه، وناس مطمنه ومتفائله. كابتن فتحي المفروض نميل لانهي كفه وليه؟ نمره 1 يكون عندنا ثقة في الله وفي أنفسنا كفريق، والجماهير تكون في أنفسنا، ثم نبحث عن التوفيق، ثم التوفيق، ثم التوفيق. يعني هي مباراة توفيق بقى مش لا، ما هو التوفيق لإيه؟ التوفيق للمدرب اللي هيختار الفرقة، والتوفيق للعيبة اللي المدرب هيختارهم، التوفيق للمدرب في اختيار طريقة وخطة لعب المباراة، نقط القوة والضعف، ازاي ابدا؟ هل ابدا اهاجم؟ هل ابدا ادافع؟ هل ابدا في اتزان بين الدفاع والهجوم؟ هل طرق اللعب اللي داخل المباراة وخطة اللعب اللي داخل المباراة اللي هتتغير كل شوية هتعتمد على نوعيات معينة من اللعيبة؟ أني اللعيبة اللي هبدا بيهم، وأني اللعيبة ممكن ان انا هغير فيهم بعد ما اقسم المباراة الى اجزاء على حسب أداء اللعيبة وعلى حسب نتيجة المباراة. إن أنا بقسم المباراة فبضطر أبقى عندي أسلحة بره إن أنا أغير فيها. لو حضرتك كل إيدك الاختيار كنت هتبتدي بأنهي أسلحة؟ أبدأ بالأسلحة اللي هتكسبني. يعني كل مدرب من وجهة نظرك؟ من وجهة نظري تكسبني. اللي يقول يعني بص يا كابتن كريم، بشوف ناس في استديوهات الافتراضية. يعني إيه الافتراضية؟ كل حاجة في الاستوديو نفترض هيلعب بفلان، نفترض. انا ما افترضش، انا انسان عقلاني اقول المدرب مش انا ما افترضش، انا ما دخلتش مكانه. فالسؤال اللي حضرتك بتقول عليه ده طبعا صعب جدا بالنسبه ليا. ليه؟ لان مش انا المدرب، مش انا مش عارف حاله اللعيبه. انا دلوقتي حاله يعني هو الشك ما بين الناس كلها بتفكر تريزيجيه ولا عمر مرموش. هو بيحب عمر مرموش يحب عمر، بس الصح تريزيجيه ولا عمر مرموش؟ ما انا جيت على طول للمكان اللي احنا بنفكر في ده او ده. مين اللي هيحكم فيه؟ هو كيروش، لان هو هيبقى عارف حالته دلوقتي ايه. هل هيقدر يديني شوط واستعيد بعد عمر استعيد بتريزيجيه، ولا ابدا بتريزيجيه، ولا ابدا بلاعب واحد بس والتاني يبقى هناك،
كل مباراه محتاجه نوعيه معينه من اللعيبه اللي هتنفذ الفكر الخططي بتاعي. أنهي الاهم يا كابتن فتحي؟ يعني في النوع ده من اللقاءات، هل التخطيط والتكتيك واختيار تشكيل نموذجي، يعني ده اللي بيبقى له اليد العليا والغلبه، ولا امكانيات وقدرات اللعيبه اكتر؟ مين اللي اهم في معادله من النوع اللي احنا بنتكلم عليه؟ ما هو الاثنين. الاثنين ازاي؟ مهم اللعيبه هي اللي هتنفذ، والفكره انا، يعني يقول لك ايه، انا المخ وانت العضلات، فانا بفكر لك ايه اللي هيوصلك للطريق ده. حلو، لو المخ بقى شغال زي الفل والعضلات بعافيه، لا برضه ممكن الواحد يعمل شغل الى حد ما. لا لا لا، يبقى ما تنجحش، ما يحصلش. لا لا، ما هو في اجهاد عندنا برضه كابتن فتحي، خلينا نبقى صرحة، عندنا اجهاد ومش قليل. ودي نقطه سلبيه بالنسبه لنا، ان معظم اللعيبه وخصوصا في الدوري المحلي، مش الاجانب، اللعيبه اللي بيلعبوا محترفين، او مش عايز اقول بقى كمان اللعيبه المحترفين واللعيبه، ما احنا محترفين هنا يعني، محترفين تنطلق على ال 11 لاعب اللي هيبدا بيهم المباراه. لان مثلا عندي الشناوي حارس مرمى، محترف ولا مش محترف؟ محترف اكيد. يبقى وصلاح محترف. الدوليين فاحنا بنقول المحترفين محترفين، او نقول اللعيبه اللي بتلعب في الدوري الخارجي، في الدوري الاجنبي، لكن بيلعبوا الدوري بره لانهم محترفين. لكن انا عايز اقول إمكانية اللعيبة اللي عندي المجهدة، اللي هي زي النوادي بتقول إن اللعيبة مجهدة، الدوري المحلي أجهد اللعيبة، ودي سلبية على منتخب مصر. يعني كان في دوري محلي أجهد اللعيبة، واللعيبة كان بتلعب في بطولات أفريقيا اللي هم لعيبة الأهلي وزمالك، فإذا وبيراميدز والمصري، كل دول بيلعبوا، بس المصري مفيش لعيبة منتخب، إذا الثلاثة دولت فيهم لعيبة منتخب. طب اللعيبة دولت اللي هم بيلعبوا في بطولات افريقيا، بيلعبوا في الدوري، وبعدين هيلعبوا هنا، طبعا لعيبه مجهده، بس مجهده من ناحيتنا، مش احنا اللي يعني مش مجهده بمزاجهم، لا، غصب عنهم انهم اجهدوا. فكنا احنا ممكن نلاقي فكره تانية نقلل عدد ماتشات الدوري بتاعنا، عشان ان اللعيبه ما يكفي عليهم بطولات افريقيا وبتاع الماتش ده لغايه ما يفوقوا الماتش ده. لكن ارجع اقول لك في النهايه، ما هو إلا التوفيق. التوفيق هيخليك تتغلبي على كل حاجة. الطاقة المكنونة اللي جوه جسمك دي، واللي جوه بدنك دي، اللي هتطلع، كل ده اللي هيخلي كل لاعب فيهم إزاي يتحرك. حماس الجماهير دي هتخليه إزاي يتحرك. طب لو أنا قارنت الفترة دي بفترة برضو يعني إجيلكو كابتن فتحي، ما تحكي لنا كده، أو قارن، يعني خلينا نعرف الأجواء زمان كانت عاملة إزاي، وبرضو كانت الضغوطات موجودة، وكان الإرهاق بيبقى موجود، وطبعا مش زي دلوقتي، بس كان برضو بيبقى فيه تلاحم وغيره للمباريات. خليني أعرف من حضرتك، كنتوا بتتخطوا ده إزاي؟ هم هقول لحضرتك، زمان ما كانش فيه إجهاد خالص إطلاقا. ده كان ماتش كل فين؟ لا يعني ليه؟ لأنه كانوا زمان كانت 12 فرقة بيلعبوا، أو 14 12 فرقة، يعني أنت بتلعب 22 مباراة. الدوري كان 12، وبعدين بقى 14، يعني أنك بتلعب من كل 7 و7 ل 14 بتلعب 6 مباريات، و6 مباريات يبقى دخلت لك في 12 مباراة، الثاني أو 14 مباراة، و14 تانيين ادي 28 او 26 مباراه، عدد قليل. انت دلوقتي بقى 34 مباراه الدوري، نسبه كبيره قوي، بطولات افريقيا نسبه عاليه قوي. يعني انتوا عاذرين الجيل الحالي برضو طبعا، يعني لحد لا 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 لا، بس في المقابل برضو كانت مباريات الدوري والكاس المحليين، كانت الفرق معظمها ان ما كانش كلها كانت تقيلة في ذلك. ما كانش عندنا مباريات تقيلة برضه، ما كانش فيه محترفين، مباريات كانت قوية، بس ما كانش فيه احتكاك، ما كانش فيه أدوات ولا أعداد ولا الكلام ده كله. يعني كنا بنفتكر مثلا في البطولات اللي زي دي، في تصفيات كأس عالم أو بطولات إفريقيا، كنا بنلعب الفرق الأحمر ضد الأخضر، فرق حمراء وفرق الأخضر، بنلعب فرق درجة تانية، بنلعب فرق ده مثلا مع الأندية، مع منتخبات المناطق، منتخب اسكندرية مع منتخب مصر، يعني ما كانش فيه الاحتكاك والكلام ده كله، فما كانش فكرة الإجهاد دي ما كانتش موجودة، وفكرة الإصابات كمان ما كانتش موجودة. لأن أنا فوجئت، أو مش فوجئت، حاجة غريبة لما أبص يقول لك الرباط الصليبي انتشر، يعني انا اشوف واحد في الجيم داخل النادي عنده بالظبط 10 سنين، بقول له انت ايه يعني في ايه وكده،
آلة السجل الصليبي. عنده 10 سنين. 10 سنين. 10 سنين. طب ده ليه يعني؟ مع ان الملاعب افضل، المفروض في تطور في التدريبات وغيره. هو التحام بقى مش مظبوط. التحام ايه؟ انا ما اعرفش ايه اللي بيحصل. لكن نعم زمان فعلا انتشر بشكل زمان مفهوم. زمان ما كانش فيه الكلام ده، ما كانش فيه اصابه. طب يعني لا ما لا، واللي كان يجي له صليبي زمان كانت حدوته كبيره. انا ما افتكرش حد جاله صليبي زمان، ما افتكرش. لا لا ما افتكرش. ده انا بطلت بسبب ظروف، وظروف عادي مش ظروف صليبي. يعني بطلت كوره، مش ان انا لعبت كوره. دلوقتي الغضروف بعد شهر بتلعب. انت ما فيش ايام الحرب، حط رجلك في جبس وبطل وكده وبتاع. زمان كنت بعد الفرقه، فرقه النادي الاهلي مثلا او فرقه منتخب مصر، ما افتكرش حد كان بيبقى مصاب، ما افتكرش. يعني لو واحد مثلا يعني ايه، يعني لو واحد جاله انفلونزا يجي يحاسبوني وانا مدرب، يقول لك جاله انفلونزا ليه؟ زي دلوقتي بنحاسب الدكتور او بنحاسب المسؤول لما بيجي له كورونا. طبعا لانه طبعا. كورونا هو مش طبعا. ملتزم بنفسه. فاذا الجهاد ده ما كانش موجود. الوضع يختلف. فرق كبير. مقارنه ظالمه ومقارنه صعبه جدا ان احنا نقول. على كل حال نتمنى كل الخير ان شاء الله يوم الجمعه. كل يعني كل امنياتنا بالتوفيق طبعا لمنتخب مصر، وان شاء الله مصر تحقق نتيجه ايجابيه باحسن اسلوب. واقول ان المباراه لن تنتهي الا يوم 29. صحيح صحيح. الصعود ايا كانت النتيجه، ايا كانت النتيجه، ما حدش يقول طالما الكره في الملعب لسه موجوده اعتبر ان ده شوط. ايا كانت النتيجه، مين سجل مين ما سجلش، مين ضيع مين ما ضيعش، ال 90 دقيقه، وال 90 دقيقه هنا وال 90 دقيقه هناك، او ال 120 دقيقه هناك لو لعبوا وقت اضافي، لو كده هقدر اقول ان احنا التوفيق ثم التوفيق ثم التوفيق. نسأل الله التوفيق. الكلمة دي ونسأل الله التوفيق. إن شاء الله. نورتنا كابتن فتحي، بنشكرك على وجودك معانا. ربنا يديك حضرتك الصحة والتوفيق بإذن الله. زي ما كابتن فتحي بيقول، احنا هنسيب حضراتكم دلوقتي مع آخر فقرة النهاردة، وكريم مع دكتور دينا هيتكلموا. التوبيك بتاع النهاردة زي ما كنا بننوه في بداية الحلقة مهم جدا، لأن احنا بنعاني منه كلنا بمختلف كمان الأعمار السنية، يعني الخمول والتعب اللي بنحس بيه رغم إن احنا ممكن ما نكونش عملنا أي مجهود. طب ده راجع لإيه؟ أكيد راجع ليه مشاكل كتيره جدا، هنعرف ازاي كمان نقدر نتغلب عليها من خلال الفقره الطبيه. انا هشوف حضراتكم ان شاء الله الحد الجاي وحلقه جديده 10 صبح في الاهلي.